صباح الخير من جديد. صحني بالفاصل صار جاهز مع الطبق الرئيسي اليوم اللي معانا، الريزوتو بلسان العصفور. الخلطة بتشهي، الأكل بتشهي صراحة، وصار كمان العصير الساخن أو المشروب الساخن بالكاسترد، حليب الكاسترد كمان تقريبا جاهز. فاليوم يعني أكلة وتحلاية، وكمان معنا سبرينج رول. فيعطيك ألف عافية. إشي لا شكل حدا يرن علي اليوم. خلص فول كورس اليوم عملت لنا الشيفولا. يلا بدنا نسوي سبرينج رول. يس، بس فيه شوية حموضة وبدنا نستخدم السبانخ هلا موسمه وفريش بالسوق، فخلينا نستغل هالصنف عشان اللي ما عنده زعتر يقدر انه يستخدم شيء ثاني. تمام، اذا عندكم زعتر بتقدروا، اللي ما عنده زعتر اليوم بدنا نعمل سبانخ، والسبانخ غير شكل صراحه. يعني انا بحب كثير السبانخ واي شيء معمول بالسبانخ، وهو كثير مفيد. يعني كنا زمان نحضر بوباي، بتتذكري بوباي ذا سيلر مان؟ كان ياكل سبانخ وهو غير شكل. يلا خلينا نشوف مقادير السبرينج رول. يلا أنا سبرينج رول بالسبانغ والأجبان. نحتاج لرقائق السبرينج رول بالإضافة للزيت للقلي. أما بالنسبة للحشوة فبدنا سبانغ مفروم، ثم جبنة حلوم مبروشة، وجبنة موزاريلا مبروشة. هاي هي المقادير، خفيفة ولطيفة. وطبعا حتى نلزق العجينة بعد ما تفرط بدنا طحين ومي. صح الكلام. يلا، وهي الشيف ولا طلعت رقائق السبرينج رول. ونمسي على كل شركائنا بمطبخ يوم جديد، الله يعطيهم الصحة والعافية. مطابخ معدات اللي عملوا لنا هالمطبخ يعني صراحة أنجزوا وأبدعوا، الله يعطيهم ألف عافية جميعا. بالإضافة لمنتجات قطاف، قطاف مش بس رز، قطاف كمان في عندهم رينج كتير واسع من البقوليات. وبعدين حبيبنا اللزم زي ما بيقولوها منتجات الكسيح، الله يعطيهم ألف صحة وعافية، دائما هم منوريننا. نذكر بس رقائق السبرينج رول اللي ننزلها قبل قديش؟ أنا بصراحة بطلعها قبل بيوم براحتها، بخليها ضل تشتغل براحتها. هلأ وارد تيجي مكسرة من الحواف أو الجوانب بسبب إنها بالرف أو بالتلاجة، سوء حفظ أو سوء تحريك، أو أنت حركتيها انمزعت معك، يعني زي هيك. خلينا نسوي أنا وياكم الحشوة مع بعض. الحشوة راح تكون جبن موزاريلا أو كشكوان زي ما بتحبي. أوكي، يعني هدول التنتين بزبطوا. أنت شو بتفضلي؟ موزاريلا أو كشكوان، التنتين بيصيحوا والتنتين بيعملوا بركة وبيعملوا كمان طعم رهيب. كمان راح أحط عليهم جبنة حلوم. جبنة الحلوم جبت محضرة الطعام وطحنتها عليها، برشتها برش على محضرة الطعام، بدهم يفرموها ناعم بصير. جبنة بيضة، جبنة مغلية، جبن نابلسي، عكاوي، كله بزبط. بس إيش؟ راح يبخ مي مع القلي، فأنا بستخدم الحلوم أسلم محل. أنا أستخدم شوي كمان سماء اللي بيروح مع نكهة الأجبان والسبانخ. والسبانخ بده يكون مفروم جوليان، اصلا هو بدوب، فانا راح اكثرهم شوي لانه انا بدي نكهه السبانخ تكون واضحه. راح احركهم مع بعض بهالشكل. تمام. رحمه الشطي، سكينه الربيع، صباح الخير. عايشه الشطي، صباح الخير من دير علا. يا صباح الخير عليك وعلى أخوك عمر الشط اللي موجود بجورجيا، إن شاء الله تلتقوا قريبا. فايز السحيمات، صباح الخير. أم كريم ربيحات، أي أسئلة كمان إحنا جاهزين زي ما دايما منقولكم. سوزان مقبل، أهلا وسهلا. بسام الزواهري، صباح الفل. مين معانا كمان؟ شوف إيش في أسئلة. امرأة فتح رباوي، صباح الخير. سعاد المصري، صباح الفل. هاي أسماء بتقولي وأنا بعشق السبانغ. حقيقة طيب صراحة، يعطيكوا طعم حموضة صراحة. ميري عبيد، شايفين؟ صباح الخير. هنلفها مع بعض، بعدين رح نوصل إحنا للحافة من هون، رح نجيب اللي هي طحين ومي ونلزقهم بعد ما نلف لنا أكم حبة. طحين ومي هو اللاصق تبع العجين اللي ما رح يخليها تفك عن بعضها البعض. وبعدين رح نقليها في زيت نباتي. هل بزبط بالإير فراير؟ لا لا، بظني بتكسر صح؟ بتكسر، وبعدين من جوا حتضل عجين، زائد انه الجبنه ولا رح تشتغل شغل نهائيا، فهي بحاجه الى حراره الماده الدهنيه. تمام؟ يلا يعني مره بالاسبوع او مره بالشهر اعمل لكم شيء مقلي، يعني اكيد. وكل الاشخاص بدهم يدير بالهم اللي عندهم مشاكل صحيه لا سمح الله بهذا الموضوع،
بس زي ما قلنا الكمية ثم الكمية ثم الكمية. أيوة بالضبط. حاولوا قدر الإمكان. يعني إحنا بناكل كل إشي بس دواء معلقة والتانية وستوب من هاي الأشياء. وبكرة الجمعة ومفروض بكرة طقس لطيف، ما في يعني ما في مطر، ما في ضباب، ما في شيء. فيمكن سواء الأشخاص اللي قاعدين ببيوتهم بيحبوا يتسلوا بهاي الأكلات، أو ممكن إنهم يطلعوا والله يغيروا أجواء، بما إنه يعني ممكن يكون شتاء، الله أعلم إذا كان الشتاء هاي السنة قاسي ولا لا. الله يجيب الخير يا رب. آمين. وهي طلعوا السبرينج رولز الجاهزين. طبعا أنا مستخدمة القياس الصغير والقياس الكبير. هذا الحجم اللي أنا لفيته هلأ هو القياس الكبير اللي هو هذا. تمام. القياس الصغير هو هذا اللي هو موجود بالمطاعم وبيحسبوها علينا بالحبة. شايفين قديش في فرق بين الحبة الكبيرة والحبة الصغيرة؟ طبعاً لما بتطلع من المايكروويف، بتطلع من القلي، حتكون إيش الجبنة سايحة وهي بتقرش. هلأ هي بتقرش بس الجبنة بتكون مسكت شوي، رح أضربها شوي بالمايكروويف كرمال تشوفوا كيف هي بتطلع من المقلة. تمام. إذن خلينا كمان نشوف. شكراً إليك يا أسماء. هيثم الشطي أبو شادي صباح الخير. إيمان درويش بتقول إيمان ممكن نحط زعفران سايل؟ آه طبعاً. أو بودرة زعفران. أكمل كمية على رأس المعلقة بمرمر، رأس المعلقة إذا باودر ونفس الشيء إذا كانت سائل، لأنه ممكن بعدين يمرمر. أمر أبو جمعة صباح الخير بتقول أمر بصير أحط على كبس الزيتون الأخضر ليمون؟ طبعاً عصير وقطع ما إحنا حكينا. تمام ضروري. سمير أبو رحمون صباح الخير. نوزات صباح الفل. زوزو قندلفت طريقة تفريز الفاصوليا الخضراء حتى تضلها خضراء، والعجينة هاي بتنفع لعمل التمرية؟ لا هاي العجينة ما بتنفع لعمل التمرية، عجينة السبرينج رول. بس تفريز الفاصوليا الخضراء كيف؟ مي مغلية لكل لتر 3 معالق كبار من السكر، بعدين بتنزلها بلانش سريع بالمي المغلية وبتصفيها فورا تحت المي، تفردها على صدر تبرد، وبعدين بتحطها تماما مصفية من المي بالفريزر. تمام. إذا ويمكن أنت عاملة على اليوتيوب سوري من كل شيء أخضر سوينا لها علاقة بالتفريز. أوكي. معودة عياصرة صباح الخير. نادرة علي صباح الخير. أول شيء بتقول بنفع السبانغ يكون فروزن؟ رح يبخ مي على العجين. أوكي. إذا كان فروزن صح رح يكون في مي كتير فممكن يأثر على العجينة. عشان هيك انا يعني بقول موسمه فموجود بالسوق استخدموا الفريش. صحيح. اذا ام ياسر السطري صباح الخير. فردوس الغول صباح الفل. كوثر اشحاده صباح الخير. فكره جديده بتقول للسبرينج رول انها تكون بالسبانغ. مها ابو جعفر صباح الخير. احنا بنعمله بس بنعمله بالجزر والملفوف وهاي السبرينج رول الاصلي يعني. احنا بدنا اشي جديد صراحه. ام حمزه ابو حموده صباح الخير. مين معنا كمان؟ اسئله هاني المشاق بصباح الفل. ام يوسف المصري. ام ابراهيم سريوا صباح الخير. رانيا سريدي صباح الفل. ام فرح تايه. ام سلامه ابو حديد. ام اسماعيل المجدلاوي. هاني المشاكبة صباح الفل على الكل. بتسأل وردة بتقول امبارح عاملة لحمة انت مع الفطر؟ اوف راح بتقول امبارح بتنسلق قبل القلي؟ لا لا ما بتنسلق يا وردة، بس بدها تقليها بشوية زبدة وزيت فقط. تمام هاي هي. واذا يعني يعني بدك تعرف الخطوات بشكل تفصيلي يعني يا بتفوتي على اللايف تبع امبارح لانه كله بضله موجود على صفحه يوم جديد، او اذا اسهل لك كمان ممكن على اليوتيوب تحط الوصفه وتلاقيها بشكل تفصيلي. وهي السبرينج رولز شوفوا دولا سخنه سخنه نار. هاي سبرينج رول السبانغ مع الاجبان والسماء. اختاروا الجبنه اللي بدكم اياها اللي بدكم اياه، اختاروا نوع الجبنه اللي بدكم اياه. بس صراحه ميكس رهيب ما بين الحلوم وال خلينا نقول اللي هي السبانخ مع السماء
يعني أنا بهمني كمان طعم، مش بس بهمني أعمل حشوة والسلام، بهمني أعرف أنا اللقمة وين رايحة فيه. صح. يوسف السواغني صباح الخير. أمر بتقول لي مش ليمون، ملح وليمون نحط على كبس الزيتون الأخضر. ملح خشن. ملح خشن وليمون. أيوة. يا يود أمر. بهري بهري الزيتونات، لأنه الملح العادي بيهري. سهى قصوص صباح الخير. أم حاتم صباح الفل. مين كمان معانا؟ هينا جاوبناك يا أمر، تقدر تحطي ليمون وملح ولكن ملح خشن. أيوة ملح صخري. يسرى صباح الخير. يسرى بتقول لك من وين صحن الرولات؟ والله بصراحة ما تضحكوا علي، هذا تحفة، منظر تحفة في البيت عندي. بعدين ممكن أنه تستخدموه تمرية، يعني تحت بنحط التمر وفوق بنحط هيل، بس أنا أي شيء بشوفه شكله حلو تستخدمه، بستخدمه لتقديم الأكل. وصراحة عمل سرعة على السوشيال ميديا، قدمنا فيه بطاطا قبل هيك، استغربت من اللي هي موضوع الإقبال عليه وإنه كيف وين، بس هو بصراحة نوع من أنواع التحف المنزلية الموجودة كانت في البيت، ممكن تحطوا فيها تمر، ممكن شوكولات ملبس، أي شيء، بس أنا اخترت أني أقدم فيه أكلات وطلع بجنن.